بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بصاحب الفضيلة، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم ذكر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ثم ذكره رحمه الله قال: وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ذكره القاضي أبو يعلى، وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. ثم ذكر بعض الأزياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث، حديث عبد الله بن عمر وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه كما سبق، فقوله بقوم يظهر أن المراد به بهؤلاء القوم هم غير المسلمين. من تشبه بغير المسلمين فهو منهم. وإن كان يحتمل أيضا من تشبه بالصالحين وبالمسلمين فهو من المسلمين. وفي هذا الحديث نص على جزئية من معنى الحديث السابق، وقال: من تشبه بالأعاجم. وهذا ليس تخصيصا لما سبق، وإنما هو ذكر لبعض أنواع العام، لأن العام يشمل أنواعا، فهذا نوع مما يشمله وهو الأعاجم، والمراد بالأعاجم غير العرب الذين هم على الكفر والوثنية، الذين هم على الكفر والوثنية. أما الأعاجم المسلمون فهؤلاء لهم حكم المسلمين، هم مسلمون وقد يكونون من أفاضل المسلمين. فالمراد بالأعاجم هنا الأعاجم الذين هم على غير الإسلام، خصوصا الأعاجم الذين كانوا في الجاهلية. فهذا نص على بعض أفراد العام، ولا يقتضي ذلك تخصيصه كما هو مقرر عند علماء الأصول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف والوضوء، وأكره الصرار، وقال: هو من زي العجم. وأكره الصرار، وقال: هو من زي العجم. نعم، ومن أفراد التشبه بهم لبس ملابسهم، ومن ذلك النعل المختص بهم، المعروف أنه من نعالهم. فالإمام أحمد كره أن يلبسه المسلم، لأنه من أنواع التشبه بهم، خصوصا الصرار الذي له صوت، فإن هذا في الغالب أنه من ملبوساتهم، فيتجنبه المسلم، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهم.
نعم، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من سنة باكهن، يعني الأعاجم والذين ينطقون باللغة الأعجمية. نعم. قال وسيأتي أنه اسم ملك في الهند. نعم، أن باكهن هو ملك من ملوك الهند الكفرة، وسنتهم عاداتهم وتقاليدهم. المراد بالسنة هنا الطريقة التي يسير عليها المسلمون أو يسير عليها الكافرون، فالمسلم يسير على سنة المسلمين ويتجنب سنة الكافرين. نعم. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. نعم، النعل السندي نسبة إلى السند، وهي من بلاد الهند، وهي موطن الأعاجم غير المسلمين في الأصل، وإن كان أهلها أسلموا أخيرا، أو غالب أهلها أسلموا أخيرا والحمد لله، لكن الأصل أنها للأعاجم المشركين. فالنعل المنسوب إليهم يتجنبه المسلم في الأمور، في أمور الزينة التي يتزين ويتجمل بها، أما إذا استعملها للأمور المستهجنة كدخول الحمام والأشياء التي ليس فيها تجمل ولا زينة فالأمر أخف، وإن كان الاستغناء عنها عموما أحسن وأليق بالمسلم. نعم. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. نعم، وهذا من تابع لما سبق، أن لبس النعال الخاصة أو المعروفة أنها لغير المسلمين أن المسلم يتجنبها، والله المستعان. الآن كم وقع عند المسلمين مما هو من خصائص الكفار ومن ملابس الكفار، وقد بلغ التشبه بكثير من المسلمين إلى حد بعيد، وذلك نتيجة للجهل أو عدم المبالاة بهذا الأمر وهذا الأصل. والتساهل في الشيء يجر إلى ما هو أعظم منه، وديننا جاء بإغناء المسلمين بما أباح الله لهم مما هو طيب وما هو نزيه، ولم يدعهم بحاجة إلى الكفار ولا إلى عوائد وملابس وخصال الكفار. فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه في العقيدة وفي العبادة وفي المظهر واللباس وغير ذلك، وأن يتجنب ما يمت إلى مشاركة الكفار بصلة، لأن الله قد أغنى المسلمين، وفي ذلك سد لذريعة تغلغل عادات الكفار وبل وعبادات الكفار إلى بلاد المسلمين لو أنهم أخذوا بهذه القاعدة العظيمة. نعم. إذن شيخنا، هذا يجعل استقلال المسلمين بمصنوعاتهم مطلبا شرعيا. الآن يروج أنه تصنع هناك بيوت الموضة، ولا بد من الموضة، هم يصنعون لباس المسلمين وحذاءهم حتى ألبسة النساء. المصنوعات لا بأس بها، استيراد المصنوعات من الأسلحة والمراكب والأقمشة وغير ذلك، مصنوعات لا بأس بها إذا كانت مباحة، مباحة الأصل، فلا بأس باستيرادها واستعمالها، لأنها ليست من خصائصهم، إنما النهي عن الأشياء التي هي من خصائصهم ويستعملونها هم لأنفسهم، هذا هو الذي نهينا عن التشبه بهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القطان، وذكر عنده سعيد بن عامر، قال هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيته بالبصرة مثل سعيد بن عامر. هذا توثيق لهذا السند،
في منع تشبه المسلمين بالكفار، ودفاع عن رجال هذا السند وهؤلاء المفتين الذين أفتوا بتحريم التشبه بالكفار في بعض المسائل التي قد يستغرب بعض الناس المنع منها دون أن يعلم ما تحت ذلك من الأسرار التي تجر إلى الانخراط في سلك عادات الكفار وتقاليدهم. ومع الأسف كثير من أبناء المسلمين اليوم يدعون إلى التشبه بالكفار والأخذ بما هم عليه حتى في الأشياء التافهة، ويتنقص المسلمين بحجة أن الكفار برزوا في الصناعات والمخترعات، ويظن أن هذا نتيجة لما هم عليه من الكفر والإلحاد، أنهم سبقوا وأن الدين حجزنا عن هذا الأمر كما يقولون. نحن نقول الدين ولله الحمد يأمرنا بعمل المصالح ودفع المضار والأخذ بما أباح الله عز وجل، وأن نسبق الكفار إلى هذه الأشياء لأن الله خلقها لنا في الأصل. قال الله جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلقها للمسلمين في الأصل، وإذا كان المسلمون قصروا والكفار جدوا في هذه الصناعات فليس هذا لأجل كفرهم، وإنما لأن كفرهم دين ذليل، ولكن لأجل جدهم في أمور الدنيا. ومن جد في شيء حصل عليه، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم برزوا في الدنيا لكنهم ضيعوا الآخرة، والمسلم مأمور بأن يعمل لدنياه وآخرته ولا يتنافى هذا مع هذا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمسلم يجمع بين المصلحتين، مصلحة الدين ومصلحة الدنيا، ويعمر دنياه وآخرته. أما الكافر فإنه أخذ بجانب الدنيا وأهمل الجانب الآخر، أخذ بالدنيا وفرح بها وليس له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل للآخرة، وإن عمل فإنه على غير هدي المرسلين وعلى غير هدي النبيين، فإنه ليس له في الآخرة من نصيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. نعم، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان يلبس العمامة، ولبس العمامة من الأمور المباحة، ليست سنة كما يقول بعض المتشددين، وإنما هي من الأمور المباحة. الملابس الأصل فيها الإباحة وليست هي سنة، وإنما هي من المباحات، ولكن السنة في الصفة، السنة في صفة لبس العمامة. فإذا لبس العمامة أبيح له ذلك، ولكن يلبسها على الصفة الشرعية، لأن يجعل لها تحنيكا، وهو أن يجعل لها دورا تحت حنكه يثبتها على رأسه. كان الإمام أحمد يصنع ذلك، يلبس عمامة محنكة بأن يدير منها تحت حنكه دورا يثبتها، أو تكون ذات ذؤابة من القفا، ذات ذؤابة من القفا. أما العمامة الصماء وهي التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة
فهذه من صفات عمائم غير المسلمين فيتجنبها المسلم. نعم. قال ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يتجنب لباس الظلمة حتى من المسلمين. نعم. إذا كان لهم لباس خاص كلبس السواد أو العمائم السود فالإمام أحمد يتجنبه لئلا يشارك الظلمة في المظهر في المظهر. فإذا كان هذا في الظلمة من المسلمين يتجنب المشابهة لهم في اللباس فكيف بالكفار؟ هم من باب أولى. نعم. قال وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. نعم. وكذلك النظر في الصلاة المشروع أن يكون إلى موضع سجوده، أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده ولا يسرحه أمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولا يغمض عينيه كما يقول بعض الناس لأنه أخشع لي، لأن هذا من فعل اليهود، كانوا يغمضون أعينهم في صلاتهم ونحن منيون عن التشبه بهم. أما إذا احتاج إلى تغميض عينيه فإنه يباح، المكروه يباح عند الحاجة. نعم. كما لو يعني تزول الكراهة، هو مباح لكن تزول الكراهة عند الحاجة. كما إذا كان أمامه ما يشغله ولو لم يغمض عينيه انشغل به، ففي هذه الحالة تزول الكراهة فيغمض عينيه. نعم. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاه. نعم. وهذا أيضا من الخصال التي يؤمر بها المسلم، وهي التمعدد، يعني نسبة إلى معد بن عدنان، لأن الإنسان يلزم سجايا العرب الأصيلين كالعدنانية والقحطانية من العرب، لأن الله خصهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ولأنهم من ولد إسماعيل نبي الله عز وجل ابن خليل الله عز وجل، ولأن الرسول ولأن الكتاب نزل بلغتهم، نزل القرآن بلغة العرب، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون يوم القيامة، تسألون عن هذا القرآن الذي حملكم الله إياه وأمركم بتبليغه، تسألون وشرفكم به، شرف لغتكم به، تسألون عن هذا التشريف وعن هذا التكريم، ماذا قدمتم له من الشكر. فهذا معنى قوله تمعددوا، يعني إلزموا سجايا العرب الذين ليس في أخلاقهم ولا أعمالهم شيء من الشرك أو من الأمور المستهجنة، وإنما هي الأشياء الشريفة كالكرم والشجاعة وإكرام الضيف وغير ذلك من السجايا العربية المحمودة، وهي كثيرة ولله الحمد، وأقرها الإسلام. واخشوشنوا، هذا فيه النهي عن الترف وهو الإغراق في التلذذ بالنعم ورقة الملابس وغير ذلك، وعدم المشي، عدم المشي على الأقدام، وأن يكون الإنسان دائما راكب، هذا من الترف. نعم. وهو من العجز أيضا صحيا، هو ضار صحيا أيضا، والله جل وعلا ذم الترف والمترفين. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، وذكر الترف أنه من داء الأمم قبلنا، الترف والحسد. والله جل وعلا
ذم المترفين وبين أنهم أعداء الرسل، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال في أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث يعني على الشرك، يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ذكر من خصالهم الترف، ولا شك أن العبادة والجهاد والعمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار يتنافى مع الترف. نعم. فالذي يترف نفسه لا يجاهد، الذي يترف نفسه لا يقوم الليل، بل لا يصلي الفرائض مع الجماعات، ولا يصوم أيضا الصيام النفل الصيام النافلة. نعم. فالترف يقاوم العبادات ويقضي عليها، ولهذا ذم الله الترف والمترفين وأخبر أنهم أعداء الرسل. فالمسلم يتجنب الترف وهو الإغراق في النعيم والتنعم في كل شيء، وإنما يلزم الاعتدال. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة، وانتعلوا وامشوا حفاة، يعني ما يمشي الإنسان دائما حافيا ولا ينتعل دائما، وإنما بين بين، تارة يمشي حافيا لتتعود رجله على الخشونة والقوة، وتارة ينتعل، خصوصا إذا كان سيمر على شوك أو على حصى أو على أشياء مؤذية فإنه ينتعل. أما إذا كان في أرض ليس فيها شوك وليس فيها ما يؤذي رجله أو عليه خطر من الأفاعي والسوام، فإنه ينبغي له أن يمشي على التراب أحيانا لأجل أن تقوى رجله ولأجل أن يبتعد عن الترف. وفي قوله أمشوا هذا حث على المشي ونهي عن الإكثار من الركوب دائما وأبدا، فالإنسان يمشي ويركب، قد كان صلى الله عليه وسلم يمشي ويركب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. نعم، هذا الحديث الصحيح أنه من كلام عمر، أو هذا الأثر الصحيح أنه من كلام عمر رضي الله عنه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وعلى كل حال معانيه صحيحة، لو أن المسلمون أخذوا بهذا المنهج لا حصلوا على الفوائد العظيمة، أما إذا تخلوا عن ما هذا المنهج في هذه الخصال فإن ذلك يجر عليهم ضعفا ونعومة تتنافى مع الرجولة والشهامة. نعم. ما أشرتم إليه من أن هذا يعني أمر أيضا مهم في الصحة هو ما نزل الآن في الطب البديل، أنهم يوصون بالمشي حافيا وعلى أرض ذات حصباء يعني محتملة. لا شك في هذا، أن المشي فيه مصالح، والمشي بدون نعال أيضا فيه مصالح، لكن من غير ضرر. إذا كان فيه ضرر فالمسلم يتجنب الضرر، لكن المراد بعدم الانتعال الذي لا يترتب عليه ضرر. وديننا دين الاعتدال، لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بشرح صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله خيرا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان. وهذه تحية زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.